كلام غريب جدا. قعدت من النوم فكرت فكرة نارية وأسطورية وراح تعجبكم أكيد. فكرة أن متابعين في الانستغرام يتحكمون بحياتي اليومية. ها؟ لا لا هدوا شوي، مو اليومية، يوم كامل يتحكمون فيه، وهذا شيء جدا صعب لأن أحب أن أخذ أنا قراراتي وأخذها بسلاسة، ولا أبي وكذي ما أحب أن أحد يتحكم بحياتي، ولكن راح أسوي هذا التحدي وراح أشوف التجربة شلون راح يصير الوضع وشلون راح أعيش يومي الكامل 24 ساعة. تقريبا أنا مو 24 ساعة، ما أقعد ساعة ست وشي، يعني تقريبا كذا 16-15 ساعة. شلون راح أعيشها؟ تابعين الانستغرام يتحكمون فيه. إذا حاب إنك تتابعني وتشوف ستوريات اليومية وكل شيء وتستمتع بحسابي، مو بس تحديات اللي هي أسوي مني، كل شيء متعة، تكتب جيمينج جروب 11 مكتوب تحت بالوصف في الانستغرام، تدخل على أكاونت وكهو. بس هذا كويت الجنسية برشلوني أصيل أحب أمي. بس تدخل تسوي لي لايكات، تفجر الواب، تنزل أول بوستات. طبعا أنا عندي بوستات فوق 1400 يا جماعة، يعني لدرجة أني تقريبا يمكن أقضي بالإنستغرام باليوم كامل، يمكن أقضي فيه يعني حوالي يعني 3 ساعات 2 ساعة، شيء جدا قوي صراحة. يعني واحد يمكن بالإنستغرام يقضي ساعة باليوم كامل، لا من ستوريات اللي نزلها والإمتاع والإدهاش وكل شيء، يعني حياتي. إذا حابين تشوفنا بشكل يومي وأكثر وأكثر تفصلون فيها، ادشون معاي على حسابي على الإنستغرام، تلاقوني طبعا تحت اسمه في الديسكريبشن. وبس اترككم مع المقطع. طبعا يا جماعة كاول ستوري فصوتوا كاول مني، صوتوا حطوا ولا امسح اليوتيوب ولا ما امسح، فصوتوا كاول مني صوتوا حطوا ولا امسح اليوتيوب ولا ما امسح. قال ستوري نزل يا جماعة. الحين الساعة 11:22 الصبح. قررت شنو؟ قررت اني ما اصور يعني ما اصور الفيديو اليوم، ما اسوي الاشياء اليوم يقولون اليوم اسويها، ابديها من باكر، ولكن اشوف التصويت اعرف احضر نفسي حق الشيء وابدي من باكر. يعني مثلا الحين مثل ما شفنا على اليوتيوب، سالفة اليوتيوب اذا امسح اليوتيوب ولا ما امسحها، من باكر نبلش نمسحها او ما نمسحها. فالتحدي راح يبلش من باكر، بظن افضل شوي لان اليوم قاعد شوي متاخر. لو قاعد شوي قبل اوكي بيكون احسن، الساعة 9:08 افضل. انا قاعد شوي متاخر اليوم، خلنا نزل ستوري واقول لهم. طبعا يا شباب انا الحين قررت وتوني هنا انا على اليوتيوب قاعد بقول انه شنو، انه مثلا الحين نزلت بالستوري السابق انه امسح اليوتيوب ولا ما امسح اليوتيوب. قلت مثلا خلينا نفرض قلتوا امسح اليوتيوب، ما راح امسحها اليوم، راح امسحها باكر. مثلا تقولوا لي اي شيء الحين من التصويتات اللي راح انزلها، او ممكن نص تصويتات انزلها اليوم، نص تصويتات باكر. ف يعني كل اشياء راح انفذها باكر، بحس افضل. ليش؟ اليوم قاعد شوي متاخر، يعني 11:30، يعني لو قعدت 9:00 بيكون افضل. خلونا نفهمكم شوي للبعض اللي ما فهم. انا راح انزل مثلا راح انزل وايد اشياء اللي ببالي، مثلا 10 تصويتات، ونشوف شنو اللي فاز فيهم هذول العشرة، ولكن ننفذ الاشياء من باكر يوم الثلاثاء. ليش؟ لان اليوم قعدت شويه متاخر، مثل ما قلنا شوي قعدت متاخر، مو على العاده اني قعدت الساعه، ولكن شوي متاخر. اوكي تمام، بس شوي متاخر عشان نكون افضل، نسوي وايد اشياء باليوم اللي يقولونه، وننزل اكثر، نشوف تصفيتات في الفيديو يصير حماس، فنخليه افضل. راح تشوفون ليش باكر افضل، بس خلي يصير باكر. راح اوريكم طبعا بنفس الفيديو، تابعوا هذا الفيديو كامل من الحين لتاني نهايته، وإن شاء الله تطلعوا المقطع وانتم مستمتعين. أفضل بحس الستوري جاهزين باكر. بس نزلت الستوري إذا في
أشياء كذي ببالي راح أنزلها من تصويت غير عن مال اليوتيوب، وإذا ما في نبلش عاد عش مخي من باكر، لأن باكر راح أنفذ الأشياء. ليش أضغط على نفسي يعني من اليوم؟ عادي باكر راح نبلش، فخليكم جاهزين يا شباب. طبعاً بهذا الفلوج راح الحين راح نسوي كل شيء، راح نقوم من النوم، راح أسوي لكم فلوج كامل، أما الفيديو راح يكون طويل، فأتمنى أنكم تستمتعون بهذا الفلوج. من باكر راح نبلش، ولكن الحين راح يكمل لكم فلوج حلو حلو ناري، فخلونا نبلش الفلوج. الله صباح الخير. طبعا يا الله هذه الصورة يعني رسمتها وقعدت تعبت عليها سمشي على ما حطيت الخلفية، بعدين حطيت مني أبيض شوي، حطيت رسمت فوقه ولونته وحطيت وكتبت الملك وحطيت مني فاضي أبيض، تعبت عليها. وما يا جماعة شوفوا مني يدي جماعة صانع محتوى في اليوتيوب هوايتي كرة القدم وأشجع برشلونة وأحب ميسي رغم إنه راح ماليش بس أحب. تطبخ على نار هادية، أنصح بهذا اللابتوب وبشدة، مو وايد غالي، لابتوب جدا مفيد، تفتحه بالطريقه اللي تبيها ويقدر يفتح معك ايباد كماك بوك كذي، يفتح معك كله لي كامل، وتقدر تطق فيه بالايد بعد، فيه تاتش الايد، مو لازم بعد قلم، بس بالايد كنت تضغط ويصير هم بالكيبورد. لابتوب جدا ممتاز. قاعد افكر اشتري لابتوب، لابتوب اتش بي عندك اياه سيلفر عادي، ممكن في الوان والله ما ادري، بس لابتوب جدا يعني زين وسعره مو هالغالي صراحه. ايش رايكم ندرس مني؟ ها ندرس برشلونة شلون تأسسوا ولا شو نسوي؟ يا هذا بتفوكس طبعا. حلو يا اخوان، طبعا انا عندي امتحان رياضيات باكر يوم الثلاثاء، اوكي؟ فالحين شي عندي امتحان شي مسوي كذي راح حله. طبعا احنا هذا ناخذ برياضيات، ناخذ كذي ارقام، ويبي المدى يبي الوسيط يبي المنوال. لازم اول شي ارتب الارقام كذي قال الاستاذ، فارتب لهم او ارتب الارقام. يلا أول رقم 15، ثاني رقم 18، دقيقة نسوي كذي مو فاصلة نسوي شي عادي، 18 حلوين، 19 في صح؟ 19 كم واحدة واحدة؟ 19 اوكي. بعدين 20 حلو، بعدين 22 حلو، 22 بعدها 25 ولا 24 25 بعدين 27 بعدين 29 اوكي. خلينا نحل المدى الحين على هذا الرقم، المدى اكبر رقم ناقص اصغر رقم، اكبر رقم 29 ناقص 15 9 زائد 5 14، مدى 14 حلو. الوسيط، الوسيط اللي بالنص ناخذ شيء ويا بعض، 29 طبعا قاعد ارز كمان الحين، 29 مع 15 18
ناعد 27 اوكي 25 ناعد 19 وظل هذين الاثنين شلون راح نجيب هي الوسيط نجمعهم ونقسمهم على عددهم 22 زائد 20 يساوي 42 42 تقسيم 2 دقيقة 42 تقسيم 2 22 لا دقيقة Thank you.